الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات الثدي والغدد والأورام، عضو الجمعية المصرية والأوروبية لجراحة الأورام. أهم الوقائع اللي أوردتها مؤخراً منظمة الصحة العالمية حول الأورام إنها تاني سبب رئيسي للوفاة في العالم. سنة 2015 تسببت في وفاة أكثر من 8 مليون شخص، بمعدل يصل إلى واحدة تقريباً من أصل 6 وفيات على صعيد العالم، معظمها في البلاد المنخفضة ومتوسطة الدخل، وإن تلت وفيات الأورام تقريباً بسبب عوامل الخطر السلوكية والغذائية زي ارتفاع كتلة الجسم والنظام الغذائي الخاطئ وقلة النشاط البدني والتدخين اللي بيمثل 22% من أسباب الوفاة بالأورام والكحول. الخسائر السنوية على الاقتصاد العالمي من جراء الأورام وصلت سنة 2010 لأكثر من تريليون دولار، ومع كل الأرقام والوقائع المخيفة دي يبقى الأمل في هزيمة الأورام والحد من انتشارها قائم، خاصة مع التطور العلمي والتقني المستمر ومع الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة مع الطبيب المختص. اهلا بيكم، النهارده يوم مهم جدا في عالم الاورام، والنهارده ضيف من زي ما بيقولوا الطراز الرفيع. لكن خلينا اقول لكم حاجه مهمه جدا، لانه النهارده وان كنا بنتكلم عن اورام الرحم واورام المبيض، فان في دراسه استغربتها للغايه، وان كانت هي دراسه فيها نقاط قوه بس فيها نقاط ضعف. ربطت هذه الدراسه بين نسبه حدوث الاورام وبين شغل الستات، فلقوا ان اورام المبيض اكثر في العاملات في مجال التعامل مع الشعر، وايضا في مجال المتعاملات مع التجميل. لقوا ان مصففات الشعر اللي بيقص الشعر الكوافيرات اكثر عرضه من غيرهم للاصابه بسرطان المبيض. وده برضو كمان في الستات اللي بيشتغلوا في المبيعات في المتاجر في الملابس في التطريز، وبيشتغلوا مع الماتيريال اللي فيها بوليستر، بيروكسايد، الأمونيا، الهيدروجين، الألياف الصناعية، البوليستر زي ما أنا قلت، اللي بيشتغلوا مع الأصباغ العضوية والمبيضات عموما، كل اللي بيشتغل مع الحاجات دي أكثر عرضة للإصابة بأورام المبيض. المبيض أورامه بتسمى ب اسقاط للصامت، لانه عندما تكتشف باعراض واضحه تكون اعراضها واضحه تكون انتشرت. انا بتكلم على اورام المبيض. اورام الرحم تختلف الامر، ما فيش علاقه بين اورام الرحم وشغل ست ما، لكن في علاقه بين اورام الرحم وبين الست اللي ما اتجوزتش او اللي اتاخرت الخلفه عندها. اكيد اورام الرحم تلعب دور مهم جدا في أنها تكون سبب لتأخر الإنجاب. انتشارها أورام الرحم منتشر جدا جدا، تقريبا 25% من السيدات عندهم أورام رحم، تقريبا أورام رحم ليفية، تقريبا نص اللي عندهم تأخر الإنجاب عندهم أورام رحم ليفية. تعالوا نرحب بضيفي العزيز، واحد من نجوم عالم الأورام، اسم القدير الأستاذ الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات الثدي التجميلية واستشاري علاج أورام الغدد وعلاج الأورام بمعهد الأورام، وعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية والمصرية لجراحات الأورام. أهلا بك دكتور جمال. أهلا بك دكتور أيمن، وأهلا بالسادة المشاهدين. عندنا النهاردة قسمين في الحلقة، الأول خاص بأورام الرحم والثاني خاص بأورام المبيض. هبدأ الأول بأورام الرحم. يمكن لو جينا اتكلمنا عن أورام الرحم، هو واحد من أكثر الأورام النسائية شيوعا. يمكن الأورام النسائية الأكثر شيوعا هو أورام الثدي، أورام الرحم، أورام المبيض. لو جينا نتكلم عن أورام الرحم، يمكن هي تختلف شوية عن أورام المبيض، بتيجي بأعراض واضحة في مراحل مبكرة. يمكن السيدات الأكثر الحاجة الأكثر شيوعا هو الأورام الليفية، تلاقيها جاية بإفرازات غير طبيعية، سواء إفرازات ليها إفرازات سائلة أو إفرازات ليها رائحة شوية كريهة أو نزيف. يعني الورم ده بيجي يقول أنا موجود،
شوفني أنا محتاج عملية ولا لا، محتاج تدخل ولا لا، يبقى اذهب ساعتها للطبيب المختص. في بعض الحالات لو الورم ده في الجدار الخارجي للرحم يمكن تشخيصه بيتأخر شوية لحد ما الورم ده يزيد يبتدي يضغط على الأعضاء المجاورة، سواء ضغط قدام على المثانة فيسبب مشاكل في موضوع إخراج البول، أو ضغط من الخلف على المستقيم فيأثر على موضوع عملية الإخراج. يمكن زي ما قلنا حاجة إما بيجي بإفرازات أو يجي بضغط على الأعضاء المجاورة أو نزيف. طبعا النزيف من الإفرازات سواء إفرازات سائلة أو دموية. دموية. إيه الأسباب؟ إيه اللي يخلي ست عندها أورام رحم؟ يمكن أورام الرحم بتيجي مع خلل في الجينات. يمكن حاجة الناس بتعرفهاش، البراكا جين ده من الحاجات اللي بتسبب أورام الثدي، وكمان بتسبب أورام الرحم والمبايض، خلل في الجين. في بعض الالتهابات المزمنة تؤدي إلى أورام، سواء أورام ليفية أو أورام غير حميدة. في بعض الحاجات اللي هي بتسبب أورام عنق الرحم زي الفيروسات اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس، من الحاجات اللي بتزود الريسك بالأورام. الحاجات دي كلها بتساعد على زيادة نسبة حدوث الأورام. عندنا هناك مثلا دي صور اورام، احنا طبعا صور اورام هي الصور النازله دايما دي بتبقى في موبايلاتكم وبتحتفظوا بيها دايما، احنا بنحتفظ بيها وبتعرضوها في المؤتمرات دي كلها. صور ابسط شويه، في صور اصعب. احنا هدفنا من عرض الصور دي ايه؟ ان احنا عايزين نوعي الناس ان في بعض الحالات لما بنهملها لازم، يعني شايف الحجم ده حجم كبير جدا، ورم ضخم جدا. اللي قبله كان اصغر، اللي قبله اصغر. والاورام دلوقتي حتى ما لهاش سن. يمكن لو رجعنا بالصوره اللي قبل دي، دي يمكن حاله، يمكن انا اول مره اشوف ورم غير حميد في الرحم. لا، الصوره اللي قبل دي، قبل دي تعال نشوف الصور اللي قبلها. خبيث عند بنت لم تتجاوز 12 سنه. دي حالة كانت بالنسبة لي مفزعة. يمكن أنا أول مرة أكون مش عاوز أعمل عملية لمريض بنت 12 سنة. البنت نفسها لسه مش فاهمة هي عندها إيه، وذهبت لأكتر من طبيب. يمكن خافوا، حتى الأطباء خافوا يواجهوا المشكلة، مش عارفين يقولوا إزاي إن طفلة عندها ورم خبيث في الرحم والرحم لازم يتشال للبنت دي. حاجة مفزعة. يمكن دي حالة نادرة جدا. المتعارف عليه ان سرطان الرحم بيجي دايما في سن كبير، بعد ال 35، بعد ال 40، بعد ال 50، انما تيجي لحد 12 سنه دي حاله نادره جدا. لكن هي يمكن الحاجه اللي يعني الواحد اتبسط بيها ان احنا لحقناه قبل ما ينتشر. دي حاجه لحاله نادره. برضك سيده 42 سنه عندها اورام ليفيه ضخمه في الرحم، يمكن واحد منهم وصل 40 في 35 سنتي، 40 في 35، وكانت هي مشكلتها ايه؟ ان هي لسه ما خلفتش. فاحنا عاوزين نشيل الاورام دي ونحافظ على الرحم. صعب جدا تقول ان واحده لسه لم تنجب وهنشيل لك الرحم. بفضل الله الحاله دي قدرنا ان احنا نشيل الاورام دي، لكن طبعا كانت عمليه صعبه. لان المريض اتاخر في الكشف. الكشف المبكر بيسهل علينا كتير جدا. يمكن في حالات بتجيلنا بدري ورم ليفي عامل مشاكل كبيره جدا، وسهل جدا ان احنا نشيل الورم ده مع الحفاظ على الرحم. في بعض الحالات في بقى استعراض بقى الحالات كتيره فيها اورام. دي حاله مثلا قدرنا ان احنا نعمل ايه؟ نشيل الرحم. السيده كانت عمرها 50 سنه، انهت خلاص مرحله الانجاب، عندها نزيف شديد، عندها ورم في الرحم، وكمان عندها ترهل في البطن مع الولادات المتكرره. شلنا الورم وعملنا شد بطن. دي حاله تانية، ده ورم في الرحم ضخم ومعاه كمان مصحوب ورم في المبيض، ده اللي حضرتك بتقول عليه القاتل الصامت. كتير من الناس بتسالنا يعني ازاي نشخص اورام الرحم. حد عنده اعراض سواء نزيف مهبلي او الام في البطن متكرره او مزمنه، بنعمل حاجه بسيطه جدا، اشعه تلفزيونيه او سونار. السونار ده بيقول لنا هل الرحم فيه مشكله، هل المبيض فيه مشكله. طب المشكله دي لو موجود في كتله او في زياده في بطانه الرحم، او الحجم نفسه متضخم، في كتله، الكتله دي حجمها قد ايه، مكانها فين، هل هو في الجدار الخارجي او في الداخلي،
الحجم قد ايه، هل هو ورم واحد ولا اكتر من ورم، ده سهل جدا نتعرف عليه بالاشعه التلفزيونيه. لو في شك بنلجا لاشعه الرنين المغناطيسي بتوضح لنا اكتر. بعد كده بنبتدي نتعامل، لو هو ورم في الجدار الخارجي بنقدر نشيل الورم ده سواء بالمنظار الجراحي بدون فتح للبطن او من خلال جرح صغير زي جرح السيزيريان او القيصريه، وبيتعمل تجميل ونشيل الورم ده ونحافظ على الرحم. يمكن ده في اغلب الحالات. في بعض الحالات بيكون في اورام متعدده في الرحم، بنيجي نشوف هل هي سيده انهت مرحله الانجاب او لم تنهي مرحله الانجاب، لان ده بيتوقف عليه الديسيجن بتاعنا او القرار. يعني هي خلص عندها عيله كامله متتابعه، عندها ثلاث عيال، عندها ولدين، خلاص عندها اولاد، وربنا رزقها خلاص، مش محتاجين الرحم، خلاص بيتسهل علينا الموضوع ان احنا هنشيل الرحم وخلاص. عمليه سهله. ويمكن في حاجه يعني معلومه خاطئه عند بعض السيدات، ان اللي بتشيل الرحم بيحصل لها خلل في الهرمونات. ده مش صح. ده حاجه مش صح، لان الرحم ليس له علاقه بالهرمونات. الرحم ما هو إلا وعاء للحمل. اللي بيتحكم في هرمونات السيدات هي المبايض والغدد الصماء المسؤولة عن إفراز الهرمونات. يمكن دي معلومة حابين نوضحها. هنيجي نتكلم، نرجع تاني لموضوع العملية. الديسيجن بيتوقف على السيدة دي عاوزة أولاد ولا مش عاوزة، وحجم الورم ومكانه وعدد الأورام ديت بيتوقف عليه الاختيار نوع الجراحة. لو ورم حجمه مش كبير قوي سهل جدا ان احنا نشيله بالمنظار بدون فتح، عمليه بسيطه اقل من ساعه، المريض ممكن يخرج في نفس اليوم. طيب الحجم كبير او المريض ده عمل عمليات قبل كده وكان فيه التصاقات شديده في البطن ولا حاجه، لا بنلجا للجراحه العاديه، لكن بنعملها بطريقه تجميليه من خلال جرح زي السيزيريان، والعمليه نفس الكلام امنه تماما. ده بالنسبه للاورام اللي فيها. طيب لو الأشعة قالت لنا ده في زيادة في البطانة الرحم، خصوصا لو الاندوميتريال سيكنس ده أكتر من 15 ملي، سمك بطانة الرحم كبير، بطانة الرحم، بنعمل إيه؟ بنعمل عملية بسيطة الأول اللي هي الكحت أو أخذ عينة من البطانة دي تقول لنا هل السماكة أو الزيادة في البطانة ده بسبب التهاب ولا بسبب حاجة حميدة أو بسبب ورم غير حميد، لأن ده بيتوقف عليه طريقة العلاج. لو التهاب بندي علاج للالتهاب مع حتى مع دكتور النساء عادي جدا، لكن لو هو ورم غير حميد لا، بنطمن الأول إن الورم ده مش منتشر بالأشعاعات، وبعد كده بنتعامل بالاستئصال الكامل للرحم والمبايض وكمان الغدد الليمفاوية في منطقة الحوض. ده مهم جدا إن احنا نشيل الورم بحد أمان. هنروح بقى للأورام المبايض عشان ما نظلمهمش. المبيض بيظلم، هو بيظلم وكمان هو بيظلم الست معاه. يمكن المرض هو قتل الصمت فعلا. هو فعلا، لأن أغلب الأورام اللي بتيجي في المبايض بتيجي في السيدات اللي هم سنهم كبير، بيكونوا أنجبت أكتر من مرة، فالبطن عندها متعودة إن هي تشيل أحجام كبيرة، بتشيل بيبي. فطبيعي إن حتى لو ورم حجمه 10 سنتي هي مش حاسه بيه، لان هو اصغر من حجم البيبي. تمام. محظوظه الست اللي تكون بتعمل تشيك اب او فحص وتعرف ان عندها ورم حجمه لسه صغير. ده جميل قوي. ده بيكون لكي، محظوظ جدا. طيب لو حد ساب نفسه لما الورم ده كبر، يمكن لما بيكبر المشكله بتبقى الاستئصال اصعب شويه، لكن حتى لو هو كبر وما انتشرش في أماكن تانية سهل السيطرة عليه. هي المشكلة بتيجي يا دكتور أيمن لو الورم ده خرج من المبيض، سواء راح لمنديل البطن، راح للأمعاء، راح للقولون، ساعتها بتكون الجراحة أصعب ونسبة الشفاء أقل. طيب إحنا هنعرف إزاي إن في مشكلة؟ يمكن دايماً أورام المبيض بتيجي بألام في البطن، والحاجة اللي أنا دايماً أقولها لو حد عنده آلام في البطن مزمنة ما يقعدش ياخد مسكنات وخلاص. يمكن شايف الصورة دي يا دكتور أيمن، حجم الورم قد إيه؟ وصل 35 سنتي. طب أنت سايبة نفسك ليه؟ عمالين ناخد في مسكنات. طب المسكنات هتعالج؟ لا مش هتعالج. طب قبل ما تاخدي مسكن اعملي حتى أشعة تلفزيونية سونار، هتطمني إن الدنيا تمام. ممكن يكون قولون عصبي، ممكن يكون التهاب في أي مكان،
يتاخد له علاج، لكن نستثني ان فيه مشكله، فيه ورم. الاشعه قالت ان فيه ورم، بنبتدي ان احنا نشوف الورم ده حميد ولا غير حميد. يمكن المبيض بقى من الحاجات اللي ما ينفعش ناخد منها عينه. ليه؟ لان المبيض ده هو عباره عن عضو له كبسول، وممكن الورم ده يكون فيه جزء صلب وجزء سائل. فلما هنيجي ندخل بالابره في حاجه زي كده، لو لا قدر الله الورم ده غير حميد، السائل ده فعلا ممكن يلوث البطن. فدي من الاماكن اللي مش مستحب ان احنا نعمل فيها عينه. والعلم كمان توصل لحاجه اسمها دلالات اورام. اورام بس خلي بالكم ما تلخبطوش بين كلام الدكتور جمال في اورام المبيض وبين عينه اورام الثدي. لا مثلا الثدي عشان الناس بتتلخبط. يعني احنا لسه في نفس الحلقه بنقول ايه؟ ان الرحم بناخد عينه مفيش مشكله، والثدي ناخد عينه، الثدي ناخد عينه، واورام الغده الدرقيه ناخد عينه، القولون بناخد عينه بالمنظار. لكن المبيض لا، ما بناخدش منه عينه. عشان لازم نقول الجمله كده عشان الناس تسمع. اصلا لما تسمع حد يسمع احنا بنتكلم نقول المبيض ما ناخدش منه عينه، ممكن يعمم الفكر. لا هو الحاجه اللي انا دايما اقولها ايه؟ نسمع الكلام من حد مختص عشان ناخد الكلام الصحيح. المبيض بنعمل له تحليل دم، حاجه اسمها دلالات اورام. لو دلالات الاورام دي طبيعيه، بتبقى احتماليه ان يكون الورم غير حميد بسيطه. وكمان بتتماشى مع راي الاشعه. الاشعه بتقول لنا الورم ده شكله حميد او غير حميد. طب دلالات الاورام عاليه، لا ده شكله ورم غير حميد، ونبتدي نتعامل معاه ان احنا نعمل عمليه جذريه لاستئصال الرحم والمبايض ومنديل البطن. دي ده مفيش كلام، ده الايديال للسيدات اللي هم خلاص انهوا مرحله الانجاب، والعينه طلعت ايجابيه، والدلالات عاليه، وشكلها في الاشعه مش يطمن. لكن في بعض الحالات هي دي اللي بنقف قدامها وبيكون فيها تحدي كبير جدا. بنت او سيده لم تنجب وعندها ورم غير حميد في المبيض، هنتعامل معاها ازاي؟ دي حاجه مهمه جدا، لازم كل سيده بتسمعنا تركز كويس. لو هي بنت او سيده لم تنجب، بنحاول بقدر الامكان ان احنا لو المشكله دي في مبيض واحد، نشيل المبيض ده ونحافظ على المبيض التاني، لان لو هي بنت او سيده بمبيض واحد ممكن تخلف عادي. طب لو المبيضين الاتنين فيهم مشكله، بنلجا لحاجه، نبعت المريض ده الاول لدكتور النساء يعمل ايه؟ ياخدوا البويضات دي يحفظوها قبل ما نتعامل معاها. نعمل تجميد بويضات، وبعد كده نتعامل مع المريض، نشيل الورم، بعد كده ياخد علاجه، بعد كده ممكن نعمل ايه؟ حقن مجاري عادي جدا. حتى لو هي ما عندهاش بويضات، هي ما عندهاش مبايض، بس خلاص خدنا البويضات، ممكن بس ده بشرط ان يكون الرحم سليم. في بعض الحالات بتكون صعبه شويه، اكتشفناها متاخر، فخلاص انت ربنا كتب عليك ان انت لازم الرحم والمبيض يتشالوا. وبنيجي دايما نقول للعيان، انت دلوقتي يهمك صحتك انت بقى ولا غيرك؟ انت يهمك ايه؟ اكيد صحتها، اكيد صحتك. انت يهمك اكيد صحتك، اكيد انت نورتنا، واحنا كمان يهمنا صحتك. انت نورتنا وابدعت، خليك دكتور عين، نورت لنا حته متفرده جدا، اورام الرحم واورام المبايض حته متفرده للغايه في هذا الحوار الممتع للغايه، ونورنا كل الاحتمالات، كل الاحتمالات لاورام الرحم، وايضا كل الاحتمالات لاورام المبيض. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات الثدي التجميليه والغدد والاورام بمعهد الاورام، عضو جمعيه الاوروبيه والامريكيه والمصريه لجراحات الاورام، واحد من نجوم عالم الاورام. نورت، شكرا لك دكتور ايمن، ربنا يخليك، شكرا، خليكم دايما معنا. هو الجسم بيدفع الانسان المريض بالسمنه الى استهلاك انواع معينه من الاكل ترضي شغف وشراهه الجسم لهذه الانواع. مريض السمنه يا جماعه يومه وحياته يعني فيها الكثير جدا من الاحباطات، فيها الكثير جدا من العزله احيانا. لابد من استشاره الدكتور النفسيه ويشوف المرض النفسي العنيف، يعني اذا كان ده معتمد على الاكل في راحته فانا همنعه، فانا هقلل كميه الاكل ما بعد العمليه. دكتور النفسيه بيقعد ويديني ريبورت تاني على انه لا ما فيش علاقه خالص، وان الامور هتتحسن باجراء العمليات. ساعتها بقى بشتغل بمزاج وفعلا العيان بيتحسن جدا جدا.